ياخذ كره معها سامي عبد الغني. سامي عبد الغني ياتي ويستعل في منتصف ارضيه الملعب من جديد، محاوله تمريره ذكيه، يمشي يمشي مهند عسيري يبحث عن ركله جزاء. انها المقتل، انها المقتل، انها لحظه الاثاره، انها لحظه قرار ليس بالمستحيل. مستحيل يا وحده في الدقيقة 15، في اللحظة التاريخية، في اللحظة القاتلة، قرار جريء من عامر زاهر، قرار جريء جدا. شوف 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 الإعادة، شوف الإعادة، شوف اللقطة، فيها دفعة ولا لا؟ شوف عملية مرور يمضي من خلالها مهند عسيري في اللحظات الأخيرة يا وحدة. هل يعود وحدة 2011؟ هل يعود وحدة الأمنيات؟ وحدة خوقير حاتم خيمي، أدراج الرياح أم إلى مهب الريح يا وحدة؟ أم ستعود الأمور إلى ركلات الترجيح؟ أين هي الكرة؟ مع ربما ربما الشاطر، مين راح يصوب؟ كرة للتاريخ، كرة للتاريخ، كرة للعنفوان، كرة للأيام، كرة للذكريات، كرة للأمنيات المكاوية. فايز السبيعي هل ينقذ الموقف؟ ضربة جزاء قاتلة، فايز على التنفيذ، الشاطر يصوب، جول. إعادة من جديد، إعادة الركلة الجزائية من جديد، الشاطر إسلام يحاول في ركلة جزائية من جديد، دخول اللاعبين داخل ال 18 ياردة، لحظة التنفيذ وإعادة الكرة. شوف دخول لاعبين الوحدة والاتفاق، تقديرا من حكم المباراة عامر زاهر يعيدها، عامر زاهر يعيدها. أعطينا الرياكشن اللي موجود على الشاطر، على إسلام وعلى سبيعي. الشاطر الشاطر إسلام سراج، هل يفتك في لحظات أخيرة؟ يلعب يسجل يضيع، مترين و44، الله، جول يا كبير المعلقين.